ليش ما تحبين العراق؟ إيش هذا المعلومة المروحة اللي ريحتها أسنان؟ أنا أصلاً العراق أم اللي شهروني، شو ما أحب العراق؟ اللي كان أحد يدري عني غير العراق؟ أيوة دلوني بس يستاهلي، هم الصراحة كانوا يقولوا لي في الانستغرام احنا اللي لبسناك، احنا اللي روشناك، احنا اللي وصلناك، احنا اللي اكلناك، احنا اللي الله عمري بديته. ليش ما تجين العراق؟ يا شوف انا مشكلة مع العراق لحد الان لسه في اللغة. ايوه تحجين تحكي ما لسه مش مستعبد. لا ما اجي باجي ان شاء الله. انا يعني شوفوا طيارتي، انا كان عندي طيارتين تمام. طيارتي كانت عندي سوداء وحده بيربل تمام. السوداء اللي رحت بها للمغرب تتذكروا هذيك السوداء، هذيك طيارتي الخاصه السوداء. يعني كان رحت بها للمغرب فصار فيها ضرب. ايوه شو الكراسي حقها كانت تتمط، ما صارت تتمط، صارت تتزحلق وتسوي صوت. ايوه فقلت لهم ودوها صلحوها، قالوا لي والله هذا النوع الغالي ما يتصلح الا في الصين. قلت لهم تمام خذوا الطيارة السوداء وخلوا البربر يعني اسير فيها. السيارة البربر ايش صار فيها؟ مسكين الطيار جاءته كورونا، لما جاءته كورونا ترشح وحالته حالة فمرض وعاد أولاده، فقلنا له خد إجازة 3 شهور. أيوة فأنا تخيلوا جالسة بدون طيارة. أنتوا تتذكرون فنزاتي لما كانت سيارتي أصفها هون كانت تنزل هون، تتذكروا؟ أيوة كانت تنزل هون. بس مشكلة والله، تقولوا لي ما عندي مشاكل، عندي مشاكل كثيرة والله العظيم. فجلسة أنا تخيل في أحد يستحمل كل هذا؟ كيف في أحد يستحمل ما يعيش بدون طيارة الخاصة؟ في أحد يعني أنا جلسة أستحمل فوق طاقتي طيارة 2 مش بس الأولى، يعني 2 والله جالسة ترى أصبر وحالتي حالة. بس الحمد لله الإنسان يعني شي يقول الحمد لله. أيوة والله أقول الحمد لله.